السلام عليكم الله مسابيا قناة قنيطرة مدينة، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. نحن في طريق الأكاديمية تماما أمام المستشفى الجهوي الجديد الذي ينتظر التدشين. ان شاء الله غادي ندير واحد الجوله من هنايا حتى للوريده ومن تما حتى لطريق الفوارات، نتعرفوا على طرق جديده واحياء جديده ان شاء الله. يلا خليكم مع الفيديو، نتمنى انه يعجبكم، ما تنساوش ديما تدعمونا بلايك وتعليق، والسلام عليكم الله. الملعب البلدي هذا شارع الرياضة.
ملعب كرة المضرب. قاعة الحفلات الفروسية. الله الجو اليوم بارد. مسجد اندونيسيا او مسجد الحرية او مسجد مولاي الحسن. مستوصف مولاي الحسن.
بنتلي. يا وريدة رقم الحافلة 7 و8. يلا ديالك دي الوريدة 7 و8. مسجد إدريس الأول. من هنا كتبدا الطريق الجديدة، لكن حنا ندخلو ليها من الجهة الأخرى. إذن إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو باش ما يكونش طويل.
الفيديو القادم ان شاء الله غادي نديروا اطلالة على اشغال الطريق الجديدة ورجعوا الى حالة الطريق الفوارات. يلا الى الفيديو القادم ان شاء الله.